السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحنا قناة جيمر جيد. اليوم عندنا لعبة من ألعاب بلس شامايو، لعبة ريمان ليجند. اللعبة هذه في حاطين عندي مراحل هنا أشياء كثيرة نسويها. خلونا احنا نخش بالسين كبداية، لأن في مراحل مرة كثيرة، يعني مرحلة على مرحلتين على الآن أو 3 مراحل خلصتها. هنا تخش ممكن تاخذ شخصيات إضافية، لكن احنا راح نلعب المرحلة هذه عشان أوريكم بس كيف نظام اللعبة. يعني فهو تحاول انك انت تنقذ خوياه، هذي عشان موضوع التسوية وكذا. هنا تضغط دائرة عشان يجي خويه، واللي هو هذا يقطع يمكن الحبال دي، يعطيك شطيحة لك تحت بحيث انك تقدر تمر انت. هذا عشان تطلعه تضغط تحت مربع. الله، الله، هذا كله. الله، ما عندي اصلا كذا. ايوه، لا سافة. كان عندي شيء هنا هو. يب، هذولي أخوياه اللي ننقذهم، لازم تحصلهم في كل مكان تنقذهم، اللي زي تولاه في القفص الذهبي. لازم تنقذهم يعني، عرفت؟ فكم تنقذهم كم تاخذ نقاط أعلى أو شيء زي كذا. نطلع هذا، تعال يا حبيبي. لا أسير، صح ما قوية. أيوة، يو دغ دغ، وحنا نقتله. هذا واحد من التنين. هل هذا احنا نقذنا الثاني؟ لا، لمسة واحدة خلاص، مع السلامة. ترى في قناة تقدر تنيح. نروح سواق. انا فوق فيه مكان لاخوياه عشان اللي تنقذهم زياده ذولي، زي كذا عشان عندي الحين. شوفوا كيف هنا فيه اخوياه اللي ننقذهم، انه هو حيث انه يعني مكث عاد الشت. المفروض اخليه يقطع لي اياه اخر شيء عشان انا اميل. الحين شوفوا زي كذا. بعيد. لا، انا هو احنا ننقل اكثر من شخص بس. يلا على اول قطيع. شكرا. ترجمة
ادخل شوية ثانية. الله ايوه اوكي لا ايش فيك جبنا العيد ايش في الاربع ضحك انا يا شيخ تعال تعال خلاص تقدر تعدل على الشخصية أكثر من مرة يعني تحس تطلع أشياء إضافية وزي كذا كان لا اما ذاقتني تستهبل الله هذا يتعلق كذا هنا في شيء بس خلي شويات حلو هذا خويهم انقذناه بعد زيادة هذا بقينا ثلاثة بس الظاهر احنا ما نقدر ننقذهم لانه كان قالوا ثم كانوا قبل ف ما ظن يمدينا عليهم نروح هنا لفوق لا والله اني ما ادري كيف عديت بس اني عديت. طبعا هذه هي اللعبة ببساطة يعني كلها مراحل زي كذا تخلصها وتشغل كذا وتحاول تجيب اعلى سكور ممكن تجيبها في اللعبة. هذا هو فقط يعني فيعطيكم الف عافية على المتابعة اللي ما اشترك اشترك فيها خاصة لي عشان اول ما تنزل العاب بلس في الستور في البلاي ستيشن راح ننزل لكم اياها في القناة. فيعطيكم العافية على المتابعة نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.